عندي بيان صدر من وزارة الخارجية بيقول انه في انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان تطور هام وإيجابي، لانه الإخوة في السودان المكون المدني والمكون العسكري واتفاقات وغيره، مصر بتأيد، لانه استقرار السودان من استقرار مصر، ومصر لن تقف حجر عثرة امام استقرار اي دولة عربية من المحيط للخليج، وخصوصا السودان وخصوصا ليبيا. وبمناسبة ليبيا النهاردة كان عندنا اجتماعات بين المجلس الأعلى للدولة بقيادة خالد المشري ومجلس النواب بقيادة عقيلة صالح، والنهاردة في مصر الإخوة الليبيين أعتقد كلهم موجودين النهاردة، أعتقد النهاردة المشير حفتر موجود، ومحمد المنيفي رئيس المجلس الأعلى للدولة موجود، ورئيس المجلس الانتقالي موجود، يعني قيادات القادة الليبيين موجودين في القاهرة ثقة في القاهرة، والقاهرة صادقة والله العظيم لكل الإخوة الليبيين. مصر مش عايزة من ليبيا إلا الاستقرار، استقراركم أمن لينا بس، ومش وخيراتكم ليكم. احنا لم يكن لنا أطماع في ليبيا على الإطلاق، والقاسي والداني يعرف هذا الكلام، واحنا الحمد لله قعدوا مع بعض، والمسار الانتخابات خلاص الأمور متفقين. وجود القادة الليبيين في مصر ده شهادة ان مصر عايزة الامور تمشي في مسارها، وشهادة للاخوة الليبيين ان هم صادقين عايزين يخلصوا، ونطلع الشيطان بينكم، وبلاش ندي فرصة للاخرين يتدخلوا عندكم، بلاش ندي فرصة للميليشيات. يبقى ليبيا والسودان مصر لها دور من خلال الاجهزة ومن خلال المؤسسات المعنية بهذا الامر. الحمد لله يا رب يكون سنة 23 سنة استقرار لليبيا والسودان، يا رب سنة 23 تكون سنة رخاء على المنطقة كلها، اللهم آمين.